هاي حمية الكيتو نظام غذائي مبني على تناول كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتيين والخضرة إلى جانب كمية صغيرة كتير من الكربوهيدرات لدفع الجسم لحرق الدهون. هالحمية عندها فوائد تانية غير إنقاص الوزن، فهي بتحمي العقل من تدهور وظائفه، الشيء اللي بتسببه السمنة. وأثبتت دراسات تانية قدرة حمية الكيتو على تحسين المزاج بشكل عام على المدى الطويل، رغم الكسل يلي ممكن يحس فيه الشخص بأول يومين للحمية. دراسات حديثة أكدت أنه الحمية ما بتسبب ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول بالدم، وما بتسبب مقاومة لعمل الأنسولين، بس أعراضها جانبية تشمل تكون البحص بالكلى ونقص بعض الفيتامينات مثل بي وسي، الصداع وغيرها. مين قال أنه الحمية ممكن تسبب ضعف بالعظم عند الأطفال؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.